عنيدة أعقد النية وحاول ما في شي تستصعب. لا تأثر لو تصير ظروفك بوجهك عنيدة، أعقد النية وحاول ما في شي تستصعب. من كتاب أيام عمرك ابتدي بصفحة جديدة، واكتب التوبة في أول سطر بيدك تكتبه. أنت أقوى من هوى قلبك بشي ما يفيده، وحتى لو النفس تمر بسوء تبقى طيبة. كل فعل في حياة الشخص يلقاه برصيدة، وهذه الدنيا تجارب كل يوم بتجربة. ظروفك بوجهك عنيدة، عقد النية وحاول ما في شي تستصعب. من كتاب أيام عمرك ابتدي بصفحة جديدة، اكتب التوبة في أول سطر بيدك تكتبه. ادعو الله ربك ارحم في عبيده من عبيده، اطلب بصدق ويحصل بذنه اللي تطلبه. اغلب الشيطان وانسى ماضي الله لا يعيده، ولا تحصن تبراده بعونة الله.